في هذا الفيديو أنا هتكلم عن مفهوم بسيط إداري ولكن مهم جدا للإداريين والمهنيين في الإدارة. الأنشطة والمهام. البنية الأساسية للإدارة في إدارة ممتازة يكون تعريف الأنشطة والمهام في المشروع أو المنشأة. الفرق بين الاثنين، النشاط هو عمل تكراري، مثال المشي. أما المهمة فهي شيء متفرع من النشاط، تحتاج نشاط عشان توصل لهدف في مهمة معينة. فأنا أمشي أروح المطار، أمشي أروح المحل مثلا، أمشي أروح السوق. كويس، أنا مشيت، هذه أكتيفيتي، لكن وصلت لهدف معين. الآن الهدف على غير النشاط بيعتمد على المهارة والمعرفة باعتماد نوع المهم. تمام، فهنا دائما نتكلم عن المهارات، وهنا نتكلم عن الانتظام.